السلام عليكم مسز بين ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده داخل المغرب وخارج المغرب. كيف ما كتشوفوا اليوم جيت نشارك معكم العشيوه ديالنا. مرحبا بكم عندنا والف مرحبا الى شاهدكم، وسمحوا لي بزاف وسمحوا لي المحمد الا كنت كنساهيهم، والله يفك وحيلهم على خير والله يعطيهم الذريه الصالحه ان شاء الله. وكذلك بالنسبه للناس اللي مازال ما مسخلهم الله في الوليدات، الله يعطيهم الذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي. وكما قلت لكم جيت نشارك معكم العشيوه ديالنا، وكنتمنى تقبلوا عليا ويعجبكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا المتابعين عليا العشيوه ديالنا انتوما، وكنتمنى تعجبكم العشيوه ديالنا ان شاء الله. وكذلك كما قلت لكم الى شاهدكم سمحوا لي بزاف ومرحبا بكم عندنا، مرحبا والف مرحبا على الراس والعين. طوبوا لكم شي حاجه احسن من هذا الشيء مصاوب تقبلوا علينا، وكنتمنى تكونوا كتبغوني كيف ما انا كنبغيكم بزاف بزاف، وكنحماق عليكم والله العظيم ربي اللي عالم. يعني بعد شي نهار يعني بحال هكا مني ما كنصورش معكم شي فيديو ولا هذا، يعني والله العظيم كنحس بشي حاجه ناقصاني، بحال شي حاجه في النقص يعني، ولفت اي حاجه من اي حاجه درتها كنشاركها معكم. وكما قلت لكم يعني مقبل راني وعدتكم اي حاجه من هنا القدام غنشاركها معكم، صبغي نتوما تبغيوني كيف ما انا كنبغيكم والله العظيم، لا كنبغيكم وكنحماق عليكم المتابعين ديالي. وكنبغي نشكر الناس اللي كيخليو شي كلمه في حقي ولا اللي كيقولوا شي كلمه في حقي، كنبغي نشكرهم. وكنبغي نشكر كذلك المتابعين ديالي، كنقول لهم شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي كيتابعوني، شكرا شكرا لكم بزاف والله العظيم. وكنتمنى كما قلت لكم هذا الفيديو يعجبكم، وتخليو داك التعليق الزوينه وديروا ابوني وتشتركوا بالقناه. وبالنسبه للناس اللي اول مره غيدخلوا القناه يضغطوا على الجرس باش يوصلهم الجديد ان شاء الله. وكنتمنى تبقاو تدعموني دائما باش انا نجيكم بالجديد ان شاء الله، وكنزيد نتشجع ويزيد الحماس باش انني ندير لكم شي حاجه جديده. وان شاء الله مازال جديد، مازال غنشارك معكم بزاف د الفيديوهات غنتظرهم. ودابا غنقول لكم باي باي عليكم المتابعين ديالنا، باي باي عليكم. وكنبغي نقول لكم الله يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، والله ينصر سيدنا جلاله الملك تحفظه وتخليه لنا يا ربي، والصحراء الملكيه والصحراء المغربيه. وتحيه للدول العربيه وتحيه للدول الاوروبيه، وتحيه ليكم المتابعين ديالنا، كنبغيكم بزاف كنحماق عليكم محاليكم. باي باي.